يا اسماعيل، وسيحدث ذلك باذنه تعالى يا اسماعيل. كره لمنتخب العراق، هدف التعادل عن طريق يونس محمود بالقميص العراقي رقم 10. يونس محمود يسجل هدف التعادل الان في اخر 10 دقائق من عمر المباراه. العراقي يونس كابتن منتخب العراق يسجل هدف التعادل في لحظه صعبه جدا وعصيبه جدا من عمر المباراه. العراقيون يعودون باصرارهم بعزيمتهم، ومعها جمهور الامارات يهتف لمنتخب بلاده. انها لحظات تتلاعب بها المشاعر والاشجان. يونس اهديت له على طبق من ذهب، سجلها في المرمى بصناعه اللاعب اللي هو مهند عبد الرحيم. العراق يعود للمباراه في اداء مستحق للشوط الثاني. يونس محمود يسجل هدف التعادل، هدف التعادل. اذا 1-1، 1-1. صاحب هدف التعادل مهند كرار، لا زالت الركنيه موجوده على مهوي، يلعب الكره في منطقه الجزاء. لكن برافو ايضا مهند نعيم، يبعد المحاوله. عاصم مديبو يلعب كره في منطقه الجزاء، راسيه تاتي خطيره، هدف. ايمن حسين يسجل الهدف الثاني في اللقطه الماضيه بكره راسيه بنفس الطريقه بنفس الكيفيه. اللاعب البديل الان يضع الكره في الشباك ليعلن عن التقدم. العراق في الوقت الاضافي الثاني بهدف يقود العراق الى الاولمبياد. هذه الكره، هذه الكره، هذه المحاوله. الابعاد لم يكن بالشكل المطلوب للكره الماضيه، ولا وجود للتسلل. ايمن حسين لم يكن متسللا حقيقه.